السلام عليكم باشمهندسين. طبعا يعني أنا يسوءني، إحنا ما نعرف إن عددكم قليل، لكن يعني أنا عارف إنكم 3 أو 4، بس يعني أنا سبت حاجات ورايا وجيت عشان خاطر أقابلكم عشان المحاضرة، فكان المفروض إن إحنا إيه نلتزم مع بعض بالميعاد. مفيش مشكلة، انا هسجل لكم المحاضرة الاولانية دي ونرفعها لكم ان شاء الله على التيمز، هتلاقوها موجودة وهبعت لكم كمان لينك منها على اليوتيوب. مادة من 100 درجة، طبعا عشان عددنا قليل مش هيبقى فيها معانا معيد. assignments هرفعها لك على الاي ليرنينج او بس ما السايت يشتغل، حظك هتحلها وتجيبها لي، وهيبقى في عندنا كويزات. المادة زي ما قلت لك 100 درجة، 20 ميد ترم، وهيبقى في عندنا 20 على كويزات وفي 20 على الأساينمنتس. تمام. وطبعا امتحان الفن العام من 40. الامتحان خلي بالك هيبتدي، كلها هتبتدي يوم 20/8، وفي أسبوع طاير في الأسبوع اللي جاي، فهيبقى وقت قليل جدا، لكن احنا محتاجين ان احنا نركز في الموضوع دوت عشان خاطر نعرف ان شاء الله نعدي بالمادة ان شاء الله. طبعا احنا معانا دلوقتي تقريبا انا شايف 4 طلبة في الهاي واي والبابليك 2. طيب احنا اول حاجه هنشوفها مع بعض اللي هي الهاي واي. هفتح لك الكتاب اهو، الكتاب ده انا هرفعه لك على الاي ليرنينج بحيث سيادتك تذاكر منه وان شاء الله يبقى الموضوع ميسر. احنا طبعا هنتكلم اول حاجه عن التريننج دايناميك، ده هيبقى صفحه 32. في طبعا الشباتر مش هنمشي بالترتيب، لكن احنا هنشرح الوضع دوت بشكل مختلف شوية، وهقول لك تقريبا هيبقى في عندنا 100 ترم بعد 3 محاضرة، هبقى أعرفكم من القصة دي. طيب أول حاجة إحنا معانا زي ما ساعدتكم شايفين كده، بشير لكم أهو الكتاب تاني عشان أتأكد بس إن هو متشاف. طيب اول حاجة احنا عندنا يعني بيتكلم على مقدمة سريعة. المقدمة السريعة دي عن علم النقل وهندسة تخطيط النقل وهندسة السكة الحديد. احنا مين اللي هنركز في الكورس بتاعنا على هندسة السكة الحديدية. طيب دي مكونات الريلوي تراك، هنسيبها دلوقتي هنرجع لها بعدين لان انت لسه ما خدتش اي حاجة، فيعني انا بحب اخلي المحاضرة دي قدام شوية بحيث يبقى انت يعني دخلت شوية في الكورس. ديناميكية الحركة، اولا عندنا في ديناميكية الحركة دي عندنا انواع المقاومات اللي بتعترض سير القاطرات، وعندنا حاجة اسمها قوة الجر. المقاومات اللي بتعترض سير القاطرات دي 4 انواع: resistance to start، مقاومة البدء، resistance due to rolling and air، resistance due to gradient، resistance due to curvature، مقاومة المنحنيات. و resistance للستارت، مقاومة البدء دي بتتراوح من 12 لـ22 كيلوغرام على الطن تبع لدرجة حرارة الجو. طبعا المقاومة دي بتقل كتير بمجرد تحرك القطار وزيادة السرعة نتيجة لرفع درجة حرارة الشحوم والزيوت داخل صندوق المحور. باخد عادة القيمة دي أو القيمة بحفظها اللي هي 12.8 كيلوغرام على الطن، قيمة الـ RS. طيب الـ R Running Plus Air دي عبارة عن هواء، شفة عجل، سكة، احتكاك. دي أنواع مقاومة السير والهواء. Air، بعد كده عندي حاجة اسمها Track Gauge، بعد كده السكة اللي هو التراك نفسه، وبعد كده الاحتكاك اللي هو الـ بيبقى
عبارة عن ال resistance due to rolling and air. تمام؟ طيب في احتكاك يعني friction. تمام؟ طيب أنا عندي الاحتكاك دوت متولد ما بين طوق العجل زي ما سعادتك شايف كده وبين سطح التراك، خلاص دوت اللي بيبقى الاحتكاك. مقاومة السكة دي بتبقى احتكاك العجل مع عجل القضبان، بيكون في صورة هبوط في التربة تحت سطح العجل، بيسبب موجة، بيسبب ايه، بتعمل لي موجة إضافية. طيب مقاومة شفة العجل دي احتكاك نتيجة ل طبعا بيبقى مسافة ما بين سكة العجل وشفة القطار أو التراك بتبقى أكبر شوية، فتلاقي إن القطر بيتميل يمينا ويسارا، فتلاقي إن في حاجة اسمها مقاومة شفة العجل عندي بتتكون. طيب مقاومة السير والهواء دي هنطلع منها بأول قانون مهم، 2.2 زائد 3 اللي هو R rolling plus A plus air تساوي 2.2 زائد 3 في ال V زائد الدلتا V على 100 لكل سكوير. تمام. طيب resistance بعد كده عندي 2 curvature، وتتوقف المقاومة المنحنيات دي على نصف قطر المنحنى تتناسب عكسيا معه، وال RC ده اهي بتكون في جمهورية مصر العربية عندي ب 500 متر، وفي الأرض الجبلية ب 300 متر كريديس. احفظ الرقمين دول كويس جدا، والـ RC دي هي بتساوي 630 على الـ R. طيب resistance بعد كده قلت gradient اللي هي الـ RG دي نتيجة لتحرك أو ميل القطار بحركة مايلة على الأسطح، تسوي لي حاجة اسمها الـ RG. ده نتيجة إن بيبقى في مركبة الوزن بتاعة القطار لأسفل، وفي تراك فورس بتمشي بشكل مايل على سطح التراك، وفي الـ RG تمام اللي هي الـ R جريد. القيمة بتاعة الـ RG اللي أنا محتاجها بتساوي الميل. يعني لما يقولك في المسألة أنا جاي للانحدار بخمسة في الألف، بتكون مقاومة الانحدار 5 كيلو جرام على الطن. التوتال ريزيستنس بقى اللي هي موجودة عندي هتساوي وزن القطار الـ R running plus A زائد الـ RC زائد الـ RG. طب وزن القطار ده بيساوي ايه؟ قالك هي وزن أول عربة اللي هي وزن اللوكوموتيف زائد وزن الريل كارز. تمام؟ طيب اللي هي وزن الريل كارز دي يعني ايه؟ عددهم في وزن العربية الواحدة، هتلاقي جيفن العدد وجيفن وزن العربية الواحدة في المسألة. اكزامبل سريع بيقولك احسب لي التوتال ريزيستنس على كيرف دريل واي لاين الريديوس بتاعه 630. هنا اداك الريديوس، خلي بالك لو ما اداكش الريديوس فشوف ممكن يديك معلومات تانية. هل هو في مصر جمهورية مصر العربية يبقى 500، او منطقة جبلية بيبقى 300، ومديك ان الميل بتاع التراك بخمسة في الالف. لو انت عارف ان الترين ده سرعته 80 كيلومتر في الساعة، وبيتكون من 10 عربات، وزن العربية 45 طن، وزن الكموتيف 132 طن، احسب لي التوتال ريزيستنس. على طول بحسب ال R running plus A هيساوي 2.2 زائد 3 في ال V زائد دلتا V على 100 لكل، فين هنا قوس ناقص معلش، لكل سكوير. فال R running plus A هيساوي 2.2 زائد 3 في 80 زائد 10 على 100 كل سكوير، هيساوي 4.63 كيلو جرام على الطن. طيب ار سي هيساوي 630 على ار، 630 على 630 هيساوي 1 كيلو جرام على الطن. والار جي هيساوي طبعا بيقول لك ان هو 5 او جريد، هناخد 5 كيلو جرام على الطن. الحل ويت بتاع او وزن القطار في الار بلس الى الار سي زائد الار جي. توتال ريزيستنس هيساوي 132 وزن القطار زائد 10، وزن مش وزن القطار، وزن البوجي أو العربة جرى 132 زائد 10 في 45. تمام، هنضربها بعد كده في الـ R running plus اللي هي 4.63 اللي احنا طلعناها من هنا اهو، زائد الـ RC الـ RC اللي هي 630 على 630 بواحد اهي، زائد الـ RG اللي هي هنبقى بتساوي 5
هيطلع لي بستة واحد تمانية ستة من ستة ستة كيلو جرام. وقاعدة عندنا إن شاء الله في الكورس بقول لسعادتك لو سمحتي لو سمحت ما تقربش الأرقام. طيب بعد كده هنحسب حاجة عندي اسمها مسافة الرباط، هي المسافة من لحظة رؤية عائق ما على السكة أو إشارة تحذير سيمافور أو كبسولة شبورة، وهي بتساوي مجموعة مسافة الإيه الاستعداد ومسافة الفرملة اللي هي بيسموها مسافة السايد ديستانس، مسافة من لحظة رؤية عائق أو إشارة تحذير حتى الوقوف. مسافة الرباط هيساوي مسافة الاستعداد زائد مسافة الفرملة، اللي واحد هيساوي 0.28 في ال V في T. ازيك يا شون؟ صح. ايه يا دكتور، السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي، انت اول ايه يا واحد. دكتور، معلش بقى انا بدأت اشرح فانتوا مش عارف بتيجوا متأخر. انا لسه جاي من الصلاة يا دكتور، ف معلش. ولا يهمك. عموما انا بسجل اللقاء، هتلاقيه ريكوردد وهتلاقيه منزله على على التيمز خلاص، وان شاء الله هتلاقي الدنيا ميسرة. يعني تمام. حساب مسافة الرباط هي المسافة من لحظة رؤية العائق أو طب أنا هبتدي أشرح لك دي أنت من الأول. يلا يعني أنا شرحت الجزء دوت هتسمعه في الفيديو اللي هو توتال ريزيستنس، مش هتلاقي فيه مشكلة إن شاء الله. هحسب لك، هنشوف حاضر. مع بعض الموضوع بتاع مسافة الرباط ده. هي مسافة من لحظة رؤية عائق ما على السكة الحديد أو إشارة تحذير سيمافور أو كبسولة شبورة بتساوي مجموع الاستعداد ومسافة الفرملة. يعني أنا لو ماشي بالقطر بتاعي وضربت فرملة هبص ألاقي إن أنا الأول بشوف العائق فبستعد إن أنا أقف، وبعد كده دوت إيه أضغط فرامل. تمام، فبقول إن ال واحد هيساوي 0.28 في ال V في ال T. تمام، مسافة الرباط اللي هي ال دي ال واحد زائد ال ال بي. ال ال واحد هي بتساوي 0.28 ال V سرعة القطار في ال T اللي هي الزمن أو بيسموه زمن الوقوف. هتقول إن ال L واحد دي perception and reaction distance، وال L B دي breaking distance. الكتاب ده أنا هحمله على ال e-learning بس لما الصفحة تشتغل، لأن طبعا لسه هما بيجهزوها عشان الكورس أو الترم الصيفي، يعني بكرة هتشتغل ولا حاجة. طيب ال L واحد دي بقى اللي هي بتساوي 0.28 ال V في ال T، سرعة القطار دي اللي هي التريننج فيلوسيتي، والتي اللي هي هتساوي الرياكشن تايم ده من 2 لـ4 ثانية هناخده باتنين. هناخده باتنين يا باشمهندس أحمد، سامعني؟ يعني من 2 لـ4 هناخدها باتنين زائد البريكنج تايم أو لوكوموتيف اللي هو 1.5 ثانية، ده رقم ده حفظ، زائد بريكنج تايم أوف ذا كارز في ده عبارة عن عدد عربيات القطار، وده هيبقى جيفن على 10. زمن الاستعداد ده هيساوي زمن رد الفعل 2 على من 2 لـ4 ثانية، قلت هناخدها باتنين، زائد زمن الفرملة زائد زمن فرملة القطار لعدد العربات على 10. ال ال بي ده هيساوي 4.2 في ال دبليو ال زائد ال دبليو سي. دبليو ال ده اللي هو وزن اللوكوموتيف زائد وزن ترين كارز مضروبة فيه الفي سكويرد، سرعة القطار ناقص سرعة الفرملة على حاجة اسمها البريكنج فورس، القدرة على وقوف القطار. تمام، الموضوع سهل، ما حاسس ان في قوانين كتير وكلام كتير، بس هحل المسألة على مسافة الرباط دي بسرعة. بيقول لك عائق على بعد 100 متر من قطار سرعته 100 كيلومتر في الساعة، لوكوموتيف وزنه 120 طن اللي هي أول عربية في القطار، وعدد القطارات 8. طيب كل عربية وزنها 50 طن، احسب لي البريكنج فورس needed not to make an accident، يعني البريكنج فورس محتاجها ان انا ما اعملش حادثة. ال L هيساوي ال L1 زائد ال L B اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول، ال L1.28 ال V في ال T. ال V دي سرعة القطار ب 100، اهي ناخد ال 100 نحطها هنا. امال ايه ال T؟ ال T لما زي ما كنت بقول لك من 2 ل 4 هناخد 2 زائد 1.5 زائد ال 0.8. ايه ال 0.8 دي؟ قال لك عدد العربات اللي هي 8 على 10، يبقى 8 من 10، بس هنطلع ب 5.3 ثانية. ال L1 هيطلع
0.8 ال V 100 في T اللي هي ب 5.3 يطلع ب 148.4 متر. طب ال L B اللي هو القانون اللي فوق ده 4.2 في ال W L. ال W L ده اللي هو وزن أو وزن اللوكوموتيف زائد وزن العربات خلاص، مضروب في السرعة ناقص سرعة الوصول في كل سكوير ده على ال F B. طيب دي ال L هيساوي ال L واحد، وده على بعضه اسمه ال L B. تمام، يعني خدنا ده وحطناه هنا وحطيناه هنا، زائد اللي هو زائد 4.2 في 120 وزن اللوكوموتيف زائد وزن العربات اللي هو 8 في 50 ب 400 في سرعة القطار اللي هي 100 سكوير ناقص 0 على ال اف بي. هو عايز ايه في المسألة؟ عايز البريكنج فورس ال اف بي، دي الحاجة الوحيدة اللي ناقصة في المسألة. تمام، هيطلع ال اف بي هيساوي كذا. احنا في الكورس بتاعنا طبعا عشان احنا عددنا قليل شوية، انا هبقى ماسك المادة، مش هيبقى معايا معيد يا باشمهندس احمد، انت معايا، و هيبقى في معايا وهيبقى في يعني الاساينمنتس هتتعمل يا ابني، هنزلكوا كام اساينمنت هتسلمهم لي بنفسك وهنصلحهم، وهيبقى في كويزات هيبقى في 20 درجة على الكويزات وعشرين درجة على الاساينمنتس وعشرين متر. ان شاء الله المادة ما فيهاش حاجة، يعني اغلب الناس بتعدي فيها كويس، بيجيب فيها تقديرات كويسة. انت مسجل هاي واي ولا بابليك تو؟ شو صح، مسجل هاي واي ورودز طيب كويس. انت حضرت محاضرة الاثنين. الرودز اللي فاتت؟ طيب هتلاقيها يا ابني لو دخلت على المجموعة التانية هتلاقيها بتاع ده نزلت على اليوتيوب، يعني انا يعني نزلت لينك على المجموعه التانية. خلاص انت معايا في المجموعه دي والمجموعه دي، وبرضه المحاضره بتاعت النهارده هتلاقيني نزلت لها لينك على ال المايكروسوفت تيمز، فمش هتلاقي ان شاء الله مشكله يعني. إن شاء الله. دي الماده دي بس محتاجه انك انت، هما كام مساله هنذاكرهم مع بعض وهيجي زيهم ان شاء الله في الامتحان، فان شاء الله يعني مش هيبقى فيهم مشكله. انا ما شرحت النهارده المساله دي، في مساله اولانيه كده اللي هي بتاعه التوتال ريزيستنس. تمام، انا عارف انك انت ما لحقتهاش، بس هي ما فيهاش حاجه، لازم بس تسمع الشرح من الاول عشان تعرف ايه هم التوتال ريزيستنسز اللي بيتعرض لها القطار. تمام، تمام. ان شاء الله احنا هيكون ميعاد ان احنا نتقابل، هيكون دايما هيبقى اونلاين غالبا، عشان يعني احنا اصلا عددنا قليل. لو حبيت ان انا اعمل لكم كويز فانا هبلغكم، هكتب لكم على التيمز هنا، تيمز هنا في ميعاد عندنا كويز المرة الجاية. طبعا الكويز هيبقى في الكلية، مش هنتحن طيب كويز في اونلاين وفي البيت والكلام ده. الميد تيرم برضو انا همتحنكم برضو، هيبقى بعد تالت او رابع محاضرة في الكلية. انتوا عددكم قليل 4 تقريبا، فمش هيبقى عندي مشكلة في المكان ولا في أي حاجة، وإن شاء الله يعني الأمور هتمشي كويس. الكورس ده يعني محدش يعني ما كانش بيش يعني الناس بتقول يعني إن هو مفهوش، مش يعني مش بيحتاج عصر قوي زي الرودز. الرودز بيبقى فيها شغل كتير وحاجات من ده، يعني فيها كذا حاجة، بس دي لا، دي الدنيا إن شاء الله يعني نحاول نخفها عليكم على قد ما نقدر. إن شاء الله. بس هنذاكر المسألتين دول، ولو في أي مشكلة أنا ببقى موجود في الكلية، هكون موجود يوم السبت اللي بعد اللي هو العيد اللي هو بتاع 16/7 إن شاء الله، مش هحاول أزود عن كده عشان هو مش موجود غيرك النهاردة يا شمس أحمد. انا كنت أبدا. عايز بصراحة اخش في قوة الجر وكده، بس هو واضح انه يعني او ممكن والله يعني مش عايز ادوس قوي، عشان بس ايه احاول اضغط المرة الجاية لان مفيش حد جه.
بس فهديكوا بس المرة دي كده ماشي وهسجلها وهنزلها لكم على التيمز، وإن شاء الله يعني المرة الجاية إيه يبقى في دوز أكبر شوية، عشان إحنا لازم نخلص الكورس ده في 4 5 مرات بالكتير. تمام، عندك أي حاجة تمام. تخص الكورس ده يا أحمد؟ لا الحمد لله يا دكتور، إن شاء الله أسمع الفيديو وأبقى طيب ماشي، بالتوفيق إن شاء الله، بالتوفيق. إن شاء الله. ماشي يا ابني، مع السلامة. شكرا يا دكتور. مع السلامة.